السلام عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله. زار البارحة والي ولاية الجلفة مع مدير العام لشركة كوسيدر الجديد، زاروا مشروع المحطة نتاع السكك الحديدية على مستوى الجلفة، وكذلك محطات اللي موجودة في محيط الولاية نتاع الجلفة مثل محطة عين والسارة. وأكد يعني المدير نتاع كوسيدر انه الخط هذا سوف يفتتح، يعني الخط الموجود ما بين بوكزول، مدينه بوكزول، والى حدود الجلفه، ثم الى الاغواط على مسافه 270 كيلومتر، انه هذا الخط سوف يفتتح قبل نهايه السنه هذه الجاريه، وفيه كذلك يعني دراسات راهي انتهت لمد الخط هذا نتاع السكك الحديديه الى عين صالح، يعني على حدود ولايه تمن راست، و يعني فيه يعني التفكير لمد الخط هذا الى حدود الحدود الجنوبيه تاع الجزائر، اذا الى منطقه عين قزام بالحدود الجزائريه النيجيرية. إذن هذا هو يعني لوبجيكتيف نتاع الخط هذايا اللي يوصل الى من امتداد تاعو الى يعني من شمال الى جنوب لحوالي 1400 كيلومتر. وهناك نقطة سوداء انا مازال ما فهمتهاش، هي المحطة نتاع الجلفة والمحطة نتاع الأغواط، هم عندهم هياكل معدنية تغطي المحطة ككل، يعني بالمحطة تاع المسافرين، بال يعني كذلك الخط نتاع السكك الحديدية. وهذه الهياكل المعدنية اللي تظهر في الصور ما فهمتش، أنا كنت أظن أنه سوف تغطى يعني من نوع من الشرابية اللي تدير به تدير الظل يعني في نعرف احنا المناخ نتاع المنطقه نتاع الاواط والمنطقه نتاع الجلفه، المفروض تكون هذيك الهياكل المعدنيه تغطى بشبكه نتاع اللي تدير الظل، او حتى تغطى ب عوازل لمنع الامطار من السقوط في محيط المحطه. لكن على حسب قول يعني المدير العام والوالي هم يقولوا باللي الاشغال انتهت، يعني راهي في حوالي 99%، والاذن الهياكل هذيك المعدنيه راح تبقى هكذاك. يعني انا يعني والله العظيم لا افهم لماذا هياكل معدنيه بهذاك الحجم يعني صرفت اموال كبيره لتبقى بدون تغطيه وتبقى هكذاك عرضه للامطار والرياح. ونعرف احنا المناخ هذا كما قلنا فيه رياح رمليه وفيه غبار كبير وفيه امطار طوفانيه في الخريف وكذا، المفروض هذاك الهيكل الحديدي اللي يغطي المحطه نتاع الجلفه والمحطه نتاع الاغواط المفروض يكون فيه غلاف، فيه غلاف من نوع شرابيه باه يدير ظل، او غلاف عازل كومبليتمون يعني باش يدير كذلك الظل زائد يمنع الامطار من يعني باش تقيس المحطه وباش تقيس المحيط نتاع المحطه والمسافرين وكذا وكذا. اذا يبقى السؤال مطروح للسلطات اللي انه حتى من الجانب الجمالي والجانب يعني الكوتيستيتيك تبقى لهذيك الهياكل المعدنيه تبقى هكذاك، الامر هذا غير مفهوم، غير مفهوم، غير مفهوم. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.